السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الامتحان من تيست 6 اللي على يونت 6 من كتاب A1 booklet 2024. اول سؤال بيقول لي we need to evaluate، احنا محتاجين ان احنا نقيم the results، النتائج of the experiment، التجربة، نتائج التجربة. طب evaluate يقيم هير مين؟ معناها ايه؟ معناها assess برضو يقيم، معناها استيميت برضو يقيم او يقدر. طيب access يصل او حق الوصول، واجنور يتجاهل، وديس ريجارد برضو زي يتجاهل كده. ريجارد يعتبر وديس ريجارد لا يعتبر. The company has suffered a sharp، الشركة بتعاني من ايه شديد؟ in sales، في المبيعات، since last May. وعايز يقول الشركة بتعاني من انخفاض شديد في المبيعات، انخفاض يعني decline. هير امبلوير صاحب العمل بتاعها decided to fire هير، سمم ان هو يطردها. كلمة fire يعني يطرد. due to بسبب هير ايه؟ وعايز بسبب عدم كفاءتها، inefficiency. reliability الاعتماد، punctuality المواظبة، honesty الامانة. positive thinking التفكير الجيد، helps you يساعدك to increase، ان انت تزود ايه at work، تزود طبعا البرودكتيفيتي الانتاجية، برودكتيفيتي الانتاجية. impossibility المستحيل، و discontinuity عدم الاستمرارية، و inactivity الخمول او عدم النشاط. developing countries الدول النامية، خد بالك ان developed countries الدول المتقدمة، انما developing countries الدول النامية عشان الترجمة. need to make more بتحتاج ان هي تعمل ايه؟ to improvement their economics، وعايز محتاج ان هي تحدث تطور، تحدث تطوير او تحدث تقدم، يعني make progress. could you please not that picture a few سنتيمتر higher، وبيقول لك ممكن ترفع من فضلك الصورة دي سنتيمتر اطول، يعني يرفع يعني يرفع انما رايز يرتفع او تشرق الشمس. young you should not your sources المصادر بتاعتك of protein بتاعت البروتين to include eggs and nuts، وعايز يقول لك انت يجب ان انت تنوع في مصادر البروتين بتاعتك، تنوع او تشكل يبقى فاري، انما ديفر يختلف، ديكلاين يخفض. successful students تلاميذ الناجحة will not stop until they have not their goals in life، لا عايز يقول لك لا تتوقف لحد ما توصل لاهدافها في الحياه. طيب اتشيف لو كانت هي تصريف تالي كنا خدناها، لان احنا عندنا هاف، كان ممكن تبقى هاف اتشيف، لكن هو جايب اتشيف بس، ما ينفعش تيجي بعد هاف. طب ريتشد هي الاجابه الصحيحه ياسر، لانها بتيجي من دول حروف جر. طب الرايف لو كان في ايات كنا خدناها يبقى ما تنفعش. طب سكور ده يسجل الاهداف في الملعب ويسجل نقاط. The mother was ill، الأم كانت مريضة. So she not her daughter not the dinner. طيب دي قاعدة السببية. قاعدة السببية بتقول لي have والفاعل والمصدر، أو get والفاعل وto والمصدر. يبقى أنا عندي had cook دي تنفع. يبقى هاد والفاعل والمصدر. هاد كوك دي مش نافعه لان الجمله مش مجهول، ده انا عندي فاعل عاقل، عندي فاعل مش عندي مفعول. طب ميد بيجي بعدها المصدر مش طول مصدر. طب جوت بيجي معاها طول مصدر مش المصدر. What you like to get your money not once again، برضو قاعده السببيه، جيت وبعدين مفعول، ماني دي مفعول بالنسبة للفعل كاونت، يبقى كده ماني دي في محل مفعول.
هو انت عايز فلوسك تتعد؟ طيب في القاعده المستوية في المجهول لما يكون فيه مفعول كده بيبقى هاف والمفعول والتصريف الثالث، او جيت والمفعول والتصريف الثالث، يبقى كاونتد. ذا تيتشر ميد علي، ميد مفعول مصدر او ميد مفعول صفه، يبقى ستاند. داز يور ماذر جيت يو، عندي يو، يو هنا احللها بقى هي فاعل ولا مفعول بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفعل ويرك. يو هنا فاعل، هو مامتك هتخليك تعمل في البيت، يبقى يو دي ضمير مفعول في محل فاعل للفعل ويرك. طيب طالما هي في محل فاعل يبقى انا عايز جيت فاعل طول مصدر. لو هي ضمير مفعول في محل مفعول، خلي بالك ان ضمير المفعول ده عشان تفهم بس القاعده، قاعده السببيه، بيجي بعد هاف او جيت ضمير مفعول او اسم. ضمير المفعول او الاسم ده لو هو في محل فاعل بنجيب مع هاف المصدر وبنجيب مع جيت طول المصدر. لو هي في محل لو الضمير المفعول ده او الاسم في محل مفعول بنجيب معها بعدها التصريف الثالث. يعني تكون القاعدة وضحت، عشان القاعدة دي اصلا بيبقى فيها ارتباك شديد. We really should stop people not rubbish in the streets. الفعل stop بيجي بعديه طول مصدر، وبيجي بعديه الفعل ING، وبيجي بعديه from وفعل ING. ده كلام جميل، بس طول مصدر اللي هو يتوقف ان هو يعمل شيء، طول مصدر هنا بقى مش بيتوقف ان هو يرمي الزباله، ده هو عايز يتوقف عن رمي الزباله، عن رمي الزباله يبقى الفعل ING، يبقى هنا تو ستوب تو ثرو مش نافع. طيب يبقى تنفع ثروينج وتنفع فروم ثروينج، لان الستوب بيجي بعدها الفعل ING او فروم الفعل ING، يبقى ايه وبي اللي هي دي. The police didn't not the lawyer to be present during the investigation. البوليس ما سمحش للمحامي ان هو يبقى حاضر خلال التحقيقات. طيب stop عايزه مفعول وبعدين الفعل ING مش نافع. طيب make عايزه مفعول وبعدين المصدر مش نافع لانه غيب طول مصدر. ليت عايزه مفعول والمصدر مش نافع، يبقى اللاو، اللاو مفعول طول مصدر. My father usually not me watch TV for an hour in the evening. جملة السببية، ودي أحلى جملة في جملة السببية هتفهمك دلوقتي. طيب My father، My father ده فعل مفرد، يبقى ينفع يجي معاه let's، وينفع يجي معاه gets، وينفع يجي معاه allow، ما ينفعش يجي معاه have. دي حاجة. طيب بعد بعد الضمير المفعول اللي جاي جايب watch، ركز معايا، جايب watch، جايب مصدر. المصدر بيجي بعد مين؟ بيجي بعد let، انما get بيجي معاها طول مصدر، يبقى get اصلا كده مش نافع، وallows طول مصدر مش نافع، يبقى يا اما هاف يا اما ليتس. طيب لو قلنا هاف كانت تنفع كقاعده لو هي هاز، عشان ماي فازر، خلي بالك كقاعده تنفع لو هي هاز كانت نفعت، عشان ماي فازر ده مفرد، يبقى هاف مش نافع، مع ان هي هاف بيجي معاها المصدر، بيجي بعدها مفعول والمصدر، وليت مفعول والمصدر برضه، بس هو جايب ليتس اهي فيها اس عشان ماي فازر، يبقى ليتس. Which of the following is punctuated correctly؟ مين في دول التركيب بتاعهم صح؟ What an amazing picture، ده طبعا What an amazing picture ده تعجب، يبقى رقم دي. وبكده نكون خلصنا الامتحان الثالث من بكرة A1 2024، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.